بسم الله الرحمن الرحيم. راش كونفو كانت واجدو بتحومة جنان بيضاوة. تخرجت لكم هاد الأوضاع ديال هاد الحي هادا اللي الأوضاع داخل هاد الحي ديال جنان بيضاوة اللي الحي صفيح اللي باقي في الأثمنة. يعني فهاد الأمطار الغزيرة اللي كنشوفوها الحمد لله. يعني جمعة مباركة، أول حاجة بدا جمعة مباركة لجميع المتتبعين لراش أونفو من داخل حي جنان بيضاوة. لما كنشوفو أن هنا هاد حي جنان بيضاوة غازة العريش، هذا التهميش الفخر، لا بنية تحتية لا والو، باقي حي صافي 100% أقدم أحياء مدينة العرائش هو جنان بيضاوة. كنشوفو ضايات كثيرة ديال الماء والماء كيدخل للديور. مع خصوصا أن النشرة الإنذارية كثرات اليوم، عاود كاينة واحد النشرة إنذارية جديدة أخرى، كاينة عاصفة أخرى داخل مدينة العرائش، خصوصا مع المناطق الساحلية ديال مدينة ديال المغرب. هنا كنتواجدو الآن بجنان بيضاوة، شوفوا قساوة ديال المعيشة ديال المواطن المغربي 2021 ما حلتو للشتا، ما حلتو للبرد، مسؤولين ناعسين مقبعين. الحياة هذا اللي باقي الآن باقي ما استفدش منه، كما كنقولو 2021 علاش باقا عامرة كاملة برارد. المجلس البلدي باقي ساكت، باقي ناعس، الناس كتعاني. كما شفنا مؤخرا فهاد الرياح اللي كانت مرات، يعني واحد البراك هنا ديال جنان بيضاوة سقط على مولاتها، شي دار سكينة نعسة في الشارع. كنتمناو من المسؤولين لما تخافوش، من رابعة العرائش داخل جماعة العرائش بالضبط جنان بيضاوة. شوفوا كأننا في دوار، هذه غير العرائش، حنا في 2021. بخير عليا، انتم كتشوفوا القصاوة الصور، الناس مساكين في ساكنين. كلشي مغطي بالميكا، كلشي مترفص، يعني جاز زناقي مكينش كبارين. شاو تبارك الله بخير بلاصتهم. ساكنة كيفاش كلشي مغطي مساكن بالميكا، هنايا الناس كتحتاجو هاد الأمطار ديال الخير، باقا مستافدوشي، باقا متقامش التهيئة ديال هاد الحي هدا، جربو لجنة بيضاوة. للأسف الشديد الخطابات السياسية ديال المنتخبين دائما. شوفوا الميكا، شوفوا الميكا، الناس مساكن مستنيين على الميكا. ألفين وواحد وعشرين مدينة العرائش، الناس مازالت مساكين. هي داخل حي جنان بيضاوة، كنتواجدو داخل حي جنان بيضاوة بالضبط، هاد الحي هذا التاريخي.
باقي ما استافدوش الناس مساكين. اصبر كي بان الصوره ديالنا هنايا الان نزيدكم يتفضل قلنا لكم باقي هنايا جنان بيضاوة في قلب جنان بيضاوة مدينة العرائش بشارع عمر بن عبد العزيز. في هاد البراري كادو ما كيف رقم شارع عمر بن عبد العزيز الا واحد صور العار مقابل التجرية. ذلك هادو كاملين مهددين من الفيضانات. و دابا يتبر فازقين فازقين عاد الناس كيسقيو عام 500 الاحياء هنا في 21 لا ما كان لا ما صور خير ارض صافي هادي بعدا داخل عليهم كل حاله سي هذا ما كيفيض ما تقدرش دير من هنا الى روايح حتى كل كلشي كل حال هذيك المحكومة كهبط كيقول الديار كيقول الديار وليت هي هذه كتفيض ما شاء الله ما نقدرش باقي ما داروش معكم حتى شي حال فاش ديال الاستفادة والو ما كاين استفادة ولا حتى شي حاجة على بالك تكتب لا 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 لاش اونفو لا لا اش اونفو لا ما كانش يشوف شوف لا 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 اش اونفو واه ما كاين ما كاين ما كاين صور فيهم ولا ما كاينش غير ما كاينش للاسف الشديد حنا كنتواجدو بواحد يعني بواحد البراكه جنان بيضاوة بالضبط يعني كما كيفضل الناس هنا المساكين يعني سكنه صغيره كيبقى باقي لواحد 3 متر فيها منا كوزينه منا طواليت منا في كيتسكنو شويه باش انت صار ماشي هذا مسكن والماء داخل دابا لهاد المساكين باقي ما داروا معكم حتى شي حال واقيلا ما داروا معنا والو حنايا حنا في الصيفيه محروقه في الشغرق ها المصوية قدر كتطيح لينا ولا جوا طويل بها حماطات دخل لينا حاشاك الواد دخل في الواد الحرفاض ودخل لينا تالينا عاد جوا طويل مراته في الكاغطي ولا لا حول ولا قوة ما حنا هذا شي خدمة ربح في العيام ولا والو ها انت العيد ديال الفلتات واش كنقولوا في السبت ما حنا هذا شي خدمة ربح ما حنا والو ويعني كيما قلت لك ديال القضيه ديال ديك الاستفاده بحال اللي كانوا ما استفدنا ما والو ما عطاونا حتى شي حاجه حنا الناس كلشي طاو اللي حنا ما عطاوناش واش ما جاوش عندكم ولا باقي كاين ما جاوش عندنا تطوع عندنا صافي توجيه ثاني ديال المقاطعه عطوني صافي توجيه لا حول ولا قوه ايوا شكرا لك شكرا 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 ها هذه عطيني شوف هذا الشيء كامل كامل كيقطع لي انا كلشي كلشي عرفتي كما كتشوفوا الماء في وقت ما عندي الطوايط هنايا هذا الشيء كامل كيرجع لي هنا ما كيفوت عليا هذا الشيء كامل كيرجع لي هنايا سيري هذه الدنيا كامل قطعت كامل قطعت هذا كتشوفنا حالنا ما جاو عندنا ما صوروا فينا ما والو سيري ما قالوا لنا لا هذه لا هذه حنا كنموتوا هنايا وصافي وفي القضيه ديال يعني باش تبنيو ما هضروش معاكم ما كاين لا بني ولا سولوا فينا ولا عرفونا واش كاين ولا ما كاينش شي وساكن ولا ما ساكنش شي واش حتى شي حاجه خاي عنده هنايا مع بعض وليداتو لا عنده وليداتو وحده اخرى عاوتاني عنده وليداتو انا عاوتاني هيدا هجالة عندي بنيته ديالي نطيقها واحد بويها على حسب هادشي هذا لا عندها الحساسيه عندها الحساسيه لا عندها موقع سميتها جايدة العرائش اونفو انا كنت عارفه انا كنت عارفه انا ودني صافي وخيي صافي وخيي
نعم جهي عندك البان. لا 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 ما كيفاش وجهي انا بلا وجهي بلا ما تبسمها سيدي بوني سكي معاك في الصورة انا لك في حركة الصورة دابا اللي مدروها وكسر لا تجي هذه معروفة انا بيدك عارف الضغطة هذه اللي ما كيفاش تلام من بعد الضرب دار صباح تذكر يوم طاهم اه الضرب دار صباح يوم ثلاثه ديور طايحين باين ثلاثه طبقات اربع طبقات طاحوا كلشي طاح بالشاور فهمتي ايوا الله الله يجازي تا هو الخير لا 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 انا ما انا بيدنا انا راه خليت الفكره ليا سميتو على الشامبو موقع جديد عندنا فهمتي و تشي رساله قدرت توجهها للسيد عامل انا يعني كنت تبع معنا في الاحداث كنوجه الرساله ديالي شفنا شي حال ورحنا مكرفسين انا حنايا وليداتنا والقدس كيفيض علينا الله يجزي بخير عندنا وليداتنا في الحساسيه وشفنا شي حال هذا الشيء هذا الله يجزي الله يرفع العوا والمرضى هذا الشيء اللي العيال مرادين وحنا مرادين كنبغيو نمشيو للخدمه كنجبروا مني نخرجوا من الريحه كاينه دابا الريحه كتشم من خرجوا دابا انا كنوجه لواحد الرساله الله يجزي بخير الله يوقف معاه شفنا شي حل اي طريقه لو جات الطبيه اللي قالت لك شنو الريحه الحساسيه عندهم اللي عندهم وقال الناس كبارين الناس ساكنين فهمتي كل مرضو نفساني فهمتي هادشي اللي كاينه وبالانتخابات كيفاش كيجيو عندكم الانتخابات كيقولنا يديروا لا يفعلوا لا يتركونا ما كاين حتى شي حاجه اللي كيجي لهنا ما كيوليش عندنا ما كيسولش كاع فينا نهائيا مره يقول لك عندهم الكبار فعلا انتم كيسالوا الشغل ديالهم كيسمحوا فينا كيخليونا ما كيسولوش فينا نهائيا هي هذه ديال البلديه ديال القادوس تتبقى عرفتي شهر تبقى نعيطو 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 تتبقى نعرف حتى كنمرضو بالحساسيه حنا وليداتنا عاد كيجيو على خاطر ديالهم باش يحيدو الحادث لا حول ولا قوه الا بالله كنشوف واحد الحاله لا يعصر ليها وصافي الله يجزي بخير كنوجهو هاد الرساله هادي الله يوقف معاه ربي يخلي له وليداته وشوف من حاله وشوف من حاله الوليدات الفطره هو في هاد الموقف هذا هذا الشيء اللي يقدر يعيش هاد العينين راحنا مكرفسين 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 هادشي اللي كاين ايوا شكرا اختي الله يدير شي تاول الخير امين وخير حمود عندك صور معنا لا 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 كان لازمنا بالمنطقه ديال جنان بيضاوة العرائش اون فوق حنا حاضرين بعين المكان باش كنرصدوا الاحداث انتم كما شفتوا دخلنا عند واحد السيده الاولانيه مسكينه عند اربعه الوليدات ديالها بيت واحد ساكنه فيه والثانيه مسكينه عاوتاه يعني مطلقه ساكنه في بيت واحد الفيضان داخل ديال الماء كما قالوا كيتصلوا بالمسؤولين حتى شي واحد ما كيتسوق لهم حتى واحد ما كيجي عندهم وهذا كما قلنا لكم ان هذا الحي هذا ديال جنان بيضاوة يعني جا في الشارع الرئيسي منطقه ديال يعني الشارع عمر بن عبد العزيز يعني اقدم الاحياء في مدينه العرائش جنان بيضاوة جنان كاستيان جنان باشا هذو احياء قديمه كما كتشوفوا 2021 باقا الناس ساكنه في البراكه مدينه العرائش مدينه اللي سياحيه وزيد وزيد حسب الاقاويل ديال السياسيين والمنتخبون كما كتشوفوا الناس مساكين تكرفصا 100% كما كيبان ليا يعني شارع رئيسي ديال الرباط تكوين مهني تجاريه يعني واحد المأساة كيعيشوها الناس هنا في هذا الحي هذا كنتمناو هذا اللايف هذا تبارطاجا تبارطاجيه تبارطاجيوه تبارطاجيوه الاخوان هانتوما كما كتشوفوا يشوفوا المسؤولين كما كتشوفوا البحر خارج من ديك يعني الزنقه اللي كانت فيها هذيك الدربه فيضان خارج ديال الماء من تمايا والناس مساكين بحال عليهم من البيوت لا قوادس بحال الرباح لا ديور بحال الرباح لا والو يعني كما قالت لك السيده هذيك يعني الا بقات الامطار كما طاحت في كازا كما وقع في الضرب الى ديك الشهوات الله يستر غتكون شي كارثه هنايا في هذه مدينه العرائش خصوصا احياء ديال برارك لا لا ما كنت انتم كما كتشوفوا هذا راه كيتسمى واد الحار زعما عندنا هنا في هذا انتم كما كتشوفوا السبيله ديال الحي الناس لا زالت مساكن كيس واخا
والسيارة هنا باش تديروا من هنا الدورة باش تخرجوا لكم الشارع الرئيسي. هنا مازلنا في حي جنان بيضاوة. هذا الحي هذا اللي كيعيش هذا التهميش والفا تحت دراكة كما كتشوفوا حتى الماء كيديروا الناس مساكن على السطوحة فوق البراكة فوق الزنك برميل باش يستافد من الماء. ها انت هذا هو جدار العار. هاك انا نخرجوا الشارع الرئيسي. انتما كما تشوفوا هنا الان في الرئيسي هذا هو الشارع ديال الرباط طريق الرباط طنجة. هو هذا الجدار اللي كيخفي وراء مأساة عائلات وأطفال كما كتشوفوا. هذا هو الجدار كل عليه شي كيدوز من هنايا كيبان له هذا الحيط هذا ما كيبان له والو لداخل. ولكن هنا بعد ما دخلنا لهذا الحي هذا اللي جبرنا فيه مآسي العائلات الناس كتعاني في صمت الصيف محروقين الشتا غرقين كما كتشوفوا. لا دخلتوا هنايا احياء حي ديال جنان بيضاوة باقي 100% برارك الناس كامله مساكين باقيين اي بميكات هما داخلين للديور اطفال صغار ريحه خنزه ديال البخرارو كلشي كاين هنا. كملنا معكم هذه الجوله هذه باش نخرجوا من الاتجاه ديال المقاطعه ديال السلام. هنا باقي واحد القرف الاطفال اللي فيه تهوى مآسي عائلات اخرى. كما كتشوفوا مساكين الناس عندهم دايرين عقومات في الارض مخونين باش يوصلوا من البراكه ديالهم. كتشوفوا هنا بحال الادغال كما اننا ليس في مدينه العرائش بحال اللي هنا في دوار. المنطقة شوية غرقة بزاف ديال الماء. نفوتك على شوية نروح هاد المنطقة هادي كما كتشوفوا الجهة الأخرى كيتواجد حي السلام حي الراقي. وهاد المنطقة هادي كيتواجد حي جنان بيضاوة. الناس كتعاني في صمت ساكنين حتى شي واحد ما كتسوق لمنا. ما كيقول لها عباد الله نتمنى هاد الرسالة وهاد الله يبدا يوصل السيد العامل المسؤولين لما لا صاحب الجلالة لارش أنفو باقي حاضرين معكم داخل حي جنان بيضاوة. نعم ماك جديدة أنفو. باقي معكم في حي جنان بيضاوة كما أحد الساكنة اللي بعد دور معنا قال لك أسيدي يعني إذا كان ديك الشتا كما كنشوف هنا عاود كيبان لنا هذا حي ديال الضوء. أنا ما أدري واقع ولا خايف ديال الضوء ندوز على واحد اللي عندهم هنا. هذا راه في مدينة العرائش قرب الطريق الوطنية غادي طبعا طنجة الرباط حي صفيح 100%. الناس كتعاني الفيضان داخل على عباد الله الديور وباقي ما استفدوش يعني ما قامش تأييد هذا الحي هذا كما قال ديك السيدة هذيك المسؤولين أو المنتخبون كتقرب الانتخابات عاد كيشوفوهم. دابا ما كاين حتى شي واحد يعني كيجي يطلع على هاد الناس هادو خصوصا ديك السيدة اللي كنا عندها اللي عندها يعني ما بغيناش نبين لكم الولد صغار مساكن بيت فيه 3 متر مربع والد ما كاملش حتى نص متر كوزينة على الحيط والما داخل الدري صغار عندها دايره مع واحد الطابله وجالسين فوق منها
يعني التفاد ديال الدري صغار مساكين ما بغيناش نصور الدري صغارين احتراما النفسية ديال الدري صغار ما بغيناش نصورهم ثم أضغال دابا كنخرجوا بحالنا من حي جنان بيضاوة كنخرجوا لحي ديال الرفاهية حي السلام كتواجد في الصورة راه في المقاطعة الحضرية حي السلام هانتوما كما كتشوفوا الناس كتعاني في صمت العريشيين كيعانيو في صمت أين أنتم أيها السياسيين أيها المنتخبون الله نعم خاي الوعود كاملة كتكون في أي عندها انتخابية كما قال ديك السيدة هذيك في الانتخابات كيجيوها عندهم هانتوما أزبل بالجملة الطريوات ماشي حتى في المستوى الزبل الخنز بخرار اللي بغيتو كاين موجود في هاد الحي هذا هانتوما شفتو دخلنا بيدنا لعين المكان صورنا معكم لحظة يعني يعني كما قال الصوت والصورة بالواقعية لراس أنفو يعني حضرنا معكم في وسط المنزل ديال السيدة دخل ليها الماء الأولى اللي عندها الوليدات ديالها والثانية ديك السيدة المطلقة اللي قاتلك ولادها بنتها بيدها مسيطرها عند راجلها اللي مطلق منها هانتوما كما كتشوفوا السيد براكة مغطية كامل بالميكا هذا راه هنا شارع زعما كيبان زعما ماشي شارع زعما هذا شارع مع إيقاع التنفيذ حسب اللي كتشوفوا هذا راه داخل مدينة العرائش جنان بيضاوة حي صفيح 100% من الآن وصلنا يعني وصلنا 2021 كنا كنتمناو 2019 أن العرائش تبقى بدون صفيح ولكن للأسف الشديد السياسة ديال المجلس الجماعي ديال العرائش كتبان هنايا هذا راه غير كما نقولوا واحد 10% ديال البرارك اللي هي منطقة جنان بيضاوة أما البارح باش درنا معكم زيارة منطقة جنان كنسين بالليل وباقي إن شاء الله نزورها في النهار باقي حي جنان شكاستيان جنان الكواش روافة جنان كلاوية حي ألطو راديو باقي عاود بزاف أحياء في العريش اللي كاملة باقا صفيحية 100% وباقا ما شافتش الاستفادة ديالهم هاي صفيحية 100% ميكات يعني كلشي مغطي بميكات كلشي عايش عايشة مكرفسة الله يستر وصلنا للنهاية ديال هاد اللايف هذا اللي درنا معكم هاد الجولة داخل عليا غير واحد المنطقة ديال جنان بيضاوة أما الفصل الآخر اللي جا على اليمين اللي قريب من حصحص هو أول كارثة عظمى كنتمناو تفرطاجيو معنا هاد اللايف هذا لاراش أنفو كتحييكم دمتم في رعاية الله جمعة مباركة كان معكم مراسل